حريق جديد بقرية الصيد لسارقة، مساحة شاسعة تلك التي خلفها الحريق بعد أن أتى على كم كبير من الأكواخ الخشبية والقصديرية التي يستخدمها البحارة مأوى لهم ومخزنا لمعداتهم. خسائر مادية كبيرة تكبدها المتضررون، ولحسن حظه لم تسجل أي خسائر بشرية. شهود عيان أكدوا لنا أن الحريق اندلع حوالي الساعة 5 صباحا وانتشر بسرعة فائقة بفعل عامل الرياح وانفجار قنينات الغاز. مصالح الوقاية المدنية حجت إلى المكان فور علمها بالحادث، مستعملة كافة الوسائل للسيطرة على ألسنة اللهب والحيلولة دون وصولها إلى باقي الأكواخ، فيما تبقى أسباب الحريق مجهولة حتى اللحظة. دابا راه شتي الحالة كيفاش وقع هنايا، ودابا راه كنطالبوا شي نقطة نظام توقع لنا في هذا الأفتاس ولا شي حاجة. دابا بغينا حنا تعويض، بغينا شي حاجة، فهمتي؟ بغينا شي حاجة اللي تعوض لنا الشيء اللي ضاع، واولا بغينا شي حاجه اللي تحمينا من هذا الحريق ومن هذا يعني من السكن العشوائي، وانا شي حاجه اللي تكون ترتاحنا باش نخدموا ونعطيو وزن ماشي باش نخدموا ونعطيو احسن. دابا حنا خرجنا من البحر وصنا حويجاتنا كاع تحرقوا، وهذا الشيء اللي كتشوفوا كامل الا ما تحركش اليوم غادي تحرك ثاني غدا. هذا الشيء راه متبوع، وكنطلبوا من الناس المسؤولين يحيدونا من هذا الشيء ديال الحريق، يعطينا شي بقعه. شنو هي اسباب الحريق اللي كتكرر ديما؟ ودابا كيسها واحد كيبغي يجي يقلب على ريزيرفوار، كيسها كيشعل البريكه بحال هكا هي ناضت مع العافيه. دابا كيسها واحد البحري غادي يعوم كيخلي واحد الشمعه، البراكه مشات، هو كلشي كاع الناس اللي حداهم مشى. كنا في الكوسطى جوين 5 ديال الصباح، بانت لي العافيه سعلت والبوطه كتنوض، هي السبب الاصلي في الحريق. والريح مزهد زات الناس اللي في البركه ديالو عتق البركه، واللي بعيد تكرفس من الحوايج ما عندوش. دوك هي اللي قاعدين اللي غايبين البحر، اللي هما خارجين مالي الفلاك اللي خارجين البحر ما عندهم ما يلبسوا. انعدام شروط السلامه والاكتظاظ فضلا عن استعمال مواد سريعه الاشتعال كالبنزين، عوامل كلها تبقى خطرا يترصد هذه التجمعات السكنيه العشوائيه، علما بأن مشروعا تم إنجازه لإيواء الصيادين عبر إنجاز وحدات سكنية تستجيب لشروط السلامة لحلحلة هذا المشكل، إلا أن ضيق مساحتها ومحدودية عددها حال دون قبول البحارة بهذه المساكن حسب روايتهم. الحوار كاين، الحوار هذا قائم منذ سنة تقريبا أو أكثر، ولكن الصيادين هم اللي ما قدروا يتفاهموا على الصيغة لتوزيع هذه المحلات. كما قلت لك هو العدد غير كافي، ثانيا الحجم ديالهم صغير، وحنا طالبنا باش يزيدونا اللي قد يحتوي هذا المشروع يرحل ويسكن، واللي باقي يزيدونا. حنا الفلوس عندنا محطوطه، عندنا القلاف المالي وعند المكتب الوطني للصيد، وخاصهم غير يوفروا هنا في السكن. وفي انتظار حل جذري ينهي مشكل السكن العشوائي في قرى الصيد ويحد من الاخطار المحدقه بمهنيه الصيد التقليدي، تبقى الحيطه والحذر افضل الوسائل لتفادي هذا النوع من الحوادث.